طيب تعالوا بقى نروح شويه لماتش الاهلي والترجي اللي حصل كالاتي. الاهلي بيبتدي النهارده ان شاء الله تدريباته استعدادا لهذه المباراه القويه بعد ما حصل على راحه لمده 48 ساعه بمجرد انتهاء مباراه السوبر المصري والتتويج بالبطوله للمره 13 في تاريخ النادي الاهلي. استقر الجهاز الفني للاهلي على السفر الى تونس غدا ان شاء الله يوم الثلاث لخوض المباراه اللي هتكون يوم الجمعه المقبل باستاد رادس في تونس في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا، فيما ستقام مباراه العوده يوم 19 مايو الجاري في القاهره. كولر يعني اكتفى بانه يخوض او ان اللعيبه تخوض تمرين واحد فقط قبل السفر لتونس قبل المباراه بثلاث ايام، ودي كانت نقطه مهمه جدا الحقيقه عشان اللعيبه تتعود على الاجواء هناك وكمان عشان رفع الضغوط عن اللاعبين. وكولر بيعكف حاليا على دراسه مباريات الترجي في الدوري التونسي وكمان مبارياته الافريقيه في دوري الابطال، اكيد للوقوف على كل نقاط القوه والضعف في صفوف بطل تونس. اكيد هدف كولر حاليا هو تحقيق فوز يسهل إلى حد كبير من مهمة الفريق قبل مباراة العودة في القاهرة المقرر لها يوم الجمعة بعد المقبل إن شاء الله باستاد القاهرة، وأكيد بنتمنى لهم كل التوفيق. ده كلام مهم جدا. والجزئية بقى الأهم كمان يا كريمة بنيجي نتكلم عن فكرة هنا العقوبة طبعا يعني من كاف للترجي كانت بمنع هنا الحضور الجماهيري زي ما حضرتكم أكيد متابعين، نتكلم مباراتين دون حضور جمهور يعني مش أحلى حاجة أكيد، وبيبقى في كمان أو كان في كمان غرامة مالية على النادي بقيمة هنا تحديدا 300 ألف دولار، يعني لو هنتكلم بالدينار تقريبا 913 ألف دينار تونسي. فامبارح بقى اللي حصل ان كان في تقارير صحفيه تونسيه بتقول ان اداره الترجي التونسي بدات ان هي تتخذ عده قرارات سريعه ضد قرار لجنه الانضباط بالاتحاد الافريقي هنا على خلفيه يعني العقوبه بسبب طبعا احداث الجماهير بتاعته خلال مواجهه شبيبه القبائل الجزائري. الاحداث اللي هي ليست الافضل وما كناش نتمنى ابدا نشوفها وما نتمناش بالمناسبه ان احنا نشوفها تاني. ترجي قرر الاستئناف على قرار حرمان جماهيره من حضور مباراة ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال أمام طبعا النادي الأهلي. ولو حضراتكم تاني نرجع كده شوية ونفتكر أحداث العنف دي كانت أصلا بين الجماهير وقوات الأمن اللي تسببت في تأخير انطلاق الشوط الثاني تقريبا كان ب 45 حاجة كده دقيقة. يعني على كل حال هيبان كل شيء في الأيام اللي جاية، لكن كان زي ما بنقول لحضراتكم قرار الكاف أكيد هيتم يعني تنفيذه لأن الأحداث كانت واضحة. اعتقد ان هنا ما فيهاش جدال يا كريم، ما فيش اعذار ممكن ان هي تتخذ. يعني انا شايفه ان او مش انا بس، كلنا شفنا قد ايه كان في احداث الشغب. فهل فكره هنا بقى عوده الجماهير وعدم حرمانهم والاستئناف على هذا القرار اصلا امر منطقي ولا لا؟ هيبان في الايام اللي جايه. بس اكيد لو المباراه اتلعبت بدون جماهير اكيد دي هتبقى نقطه لصالح النادي الاهلي من منطلق ان اكيد الواحد لما بيلعب فريق منافس على ارضه في وسط جماهيره بتبقى الاجواء صعبه نسبيا. لكن الحقيقه كلنا يعني حتى كأهلوية اكيد ما كناش نحب ان الاحداث اللي حصلت دي كانت تحصل، كنا نحب ان احنا نتفرج على لقاء الاهلي والترجي التونسي بنفس القدر من الحضور الجماهيري اللي كان مبهر الحقيقه في دوله الامارات في مباراه السوبر. كان يوم عظيم، وبالمناسبه جماهير النادي الاهلي كانت طرف رئيسي واساسي في انجاح هذا اليوم بشكل عام. كالعاده الجماهير وجودها في المدرجات وزائرها وهتافها ودعمها المستمر للفريق من اول لحظه لغايه بعد ما المباراه تنتهي تماما، يعني جماهير عمرها ما كانت يعني بتتهاون في مساله تشجيع اللعيبه بتوعها. وفي اوقات معينه بنشوف اللعيبه يعني لعيبه مختلفه هم اللي بيتوجهوا للجماهير وبيعملوا لهم بايديهم كده عشان يصحصحوا الدنيا، وبس ما الحركه دي بتتعمل الدنيا بتصحصح بالمعنى الحرفي للكلمه. بجد كانت اجواء رائعه في الامارات الحقيقه في ماتش السوبر.